السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا واخواتنا وحبايبنا في اي مكان، بنتشرف بكم على منصة نتعلم. ان شاء الله النهاردة تعالى يا اولاد هناخد درس النحت. درس النحت درس سهل جدا، ليه علاقة بدرس اسم النكرة والمعرفة، فانت لو فهمت النكرة والمعرفة هتفهم معاه النحت. طيب النحت يعني ايه؟ قال لك النحت ده في الاول قبل كل حاجة لازم تعرف ان النحت ده صفة. بس خلصت. طب يا استاذ هو هيصف مين؟ دي بقى الموضوع. طالما النعت صفة يبقى هيبقى فيه موصوف. حلو، هو هيصف حد، الموصوف دوت بسميه المنعوت، والصفة دي بسميها النعت. اهو هكتب لك واحدة واحدة. تمام، يبقى الموصوف هو المنعوت والصفة هي النعت. هذه سيارة رائعة. افهم معايا، لو جيت سألت لحضرتك هنا هو الصفة هنا فين؟ هتقول لي الصفة هنا رائعة، ممتاز. هاجي أقول لحضرتك هو أنت بتصف مين؟ السيارة. معنى كده إن دي الصفة فبسميها نعت، دي الصفة فبسميها نعت. طيب الموصوف الحاجة اللي بتوصفها السيارة فبسميها منعوت. خلصت. يبقى انت عرفت يعني نعت ويعني منعوت. المنعوت هو الموصوف والصفة هي النعت. خلاص، دي مقدمة كده سريعة. طيب هو ايه علاقة النعت بالمنعوت؟ هقول لك العلاقة وثيقة. النعت بيتبع المنعوت في اربع حاجات. بص معايا في الاربعة. بص هو الكلام نظري كده في الاول، وانا هدي لك القاعدة في الاخر واقول لك هتمشي على دي، بس انت لازم تكون عارف الكلام دوت. النعت بيتبع المنعوت في العدد، بمعنى ان لو المنعوت مفرد النعت لازم يكون مفرد. طب افرض المنعوت مثنى، النعت لازم يكون شبهه. طب افرض المنعوت جمع، برضه هكذا. خلاص، يبقى هو شبه المنعوت بالظبط. يبقى النعت بيغش من المنعوت كل حاجه، زي كده اما انت بتغش من صاحبك في الامتحان، واخد بالك؟ انت وصاحبك زي النعت والمنعوت. طيب بيتبعه في النوع، بمعنى ان لو المنعوت مذكر فهو مذكر، طب لو مؤنث برضه شبهه يا جماعه، يبقى هو شبهه بالظبط. طيب بيتبعه في الاعراب، ولازم تركز لي في دي. بيتبعه في الاعراب يعني ما تقدرش تعرب النحت غير لما تعرب المنعوت الاول، بمعنى ان لو المنعوت مؤنث، لو المنعوت مرفوع فالنعت مرفوع، لو المنعوت منصوب فالنعت منصوب، وهكذا. خلاص، الأخيرة والأهم بيتبعوا في التعريف والتنكير. دي بقى المهمة، يعني بيتبعوا في التعريف والتنكير. انت طبعا شفت الكلام ده نظري كده، هتبص بعينك معايا وتاخد سكرين شوت كده بعينك وتركز معايا في القاعدة بقى اللي انت هتمشي بيها على النعت. تبص، بيتبعوا في التعريف والتنكير، بمعنى ان النعت او قاعدة النعت هتكون عبارة عن معرفة زائد معرفة أو نكرة زائد نكرة. بس لازم المعرفة والنكرة دي تصف، لازم يكون في صفة. القاعدة دي يا معلم هتديك نعت. خلاصة الدرس كله في الحتة اللي كاتبها لك دي، النعت معرفة زائد معرفة أو نكرة زائد نكرة، بس لازم المعرفة أو النكرة دي تصف. لازم ترجم لي بقى بمثال. تعال ناخد أمثلة معلم. بص فين؟ اشتريت قلما جديدا. حط لي خط تحت كلمة جديدة، سيادتك هتعمل ايه؟ هتبص قبليها. قلما نكرة ولا معرفة؟ ده ما فيهاش ألف ولام، ممتاز، معنى كده إن دي نكرة. جديدا نكرة ولا معرفة؟ ما فيهاش برضو ألف ولام ولا فيها حاجة من المعارف، فقلت على دي نكرة. حلو الكلام. نكرة زائد نكرة لازم تصف، مش الجديد. جديدا هنا وصفت القلم، ما صفت القلم جديدا، ممتاز. يبقى نكرة زائد نكرة وصفت، اديك نعت يا معلم. خلصت. الخط بقى اعذرني، الخط مش كويس.
يبقى نكره زائد نكره يديك ايه؟ يديك نعت. طب انا استاذ عايز اكمل اعراب النعت. قلت لك عشان تعرب النعت لازم تعرب المنعوت. اشتريته، مين اللي اشترى؟ انا. ماذا اشتريت؟ قلما، يبقى مفعول به منصوب، صح؟ يبقى طالما مفعول به منصوب يبقى نعت ايه؟ منصوب. ما انا قلت لك، ما انا قلت لك ان النعت بيسرق اعراب اللي قبله، صح؟ يبقى لو اللي قبله منصوب فهو منصوب، لو مجرور فهو مجرور. فهمت كده الدنيا دي؟ طيب خد لي بقى مثال كمان وطبق القاعده. طيب رأى احمد رجلا كريما، قال لي اعرف كريما. عملت ايه؟ بصيت يا استاذنا على رجلا، نكره ولا معرفه؟ نكره. كريما نكره. ما صفه الرجل كريم؟ معنى كده ان نكره نكره وصفت، يديك ايه؟ عظيم جدا، يديك نعت. عايز تكمل اعراب النعت؟ روح اعرب رجلا، فعل وفاعل مفعول به، يبقى نعت منصوب عشان اللي قبله مفعول به. خلاص الكلام، حضرتك فهمت حاجه؟ طيب خلي بالك، اما اجي اقول لك الطلاب المجتهدون مخلصون، قال لي اعرب المجتهدون. بصيت على الطلاب، الطلاب معرفه، المجتهدون معرفه. اه معرفه زائد معرفه وصفت، ما صفه الطلاب مجتهدون، يديك نعت يا محترم. حلو الكلام. عايز اكمل اعراب النعت؟ روح اعرب الطلاب. في واحد بقى يقول ايه؟ الطلاب مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. يبقى طالما الطلاب مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، المستر قال كان بيقول المنعوت شبه النعت، يبقى المفروض المجتهدون نعت مرفوع وعلامه رفعه الضمه. هقول لك غلطان، النعت بيتبع المنعوت في الاعراب، في الاعراب مش في العلامه. اصحى الله يكرمك. الطلاب هنا مبتدا مرفوع بالضمه، هنا نعت مرفوع بالواو يا محترم. اخدت بالك؟ يبقى انت مالكش دعوه بعلامه المنعوت. علامه المنعوت حاجه وقد تكون علامه النعت حاجه. واخد بالك؟ انت اهم حاجه الاعراب دوت. يعني مرفوع منصوب مجرور، العلامه ما تشغلش بالك. اخدت بالك؟ يا رب تكون فهمت الحته دي. بس يا جماعه، يبقى دي خلي بالك كانت موضوع النعت. ولو عايزك بس تستعين، احنا خدنا درس الاسم المعرفه والنكره، بس المطلوب مني في درس النعت المعرفه الكلمه هتكون فيها الف ولام، الكلمه هتكون فيها في اخرها ضمير، لو مش في اخرها ضمير هتكون اسم شخص، لو مش اسم شخص هتكون اسم بلد. ده اللي انا محتاجه في المعرفه بالنسبه لدرس النعت، اللي انت تعرفني ان الكلمة الف ولام ضمير اسم شخص اسم بلد بقول عليها معرفة، لو فقدت اي شرط من دول بقول عليها نكرة، نون دي بتشير انها نكرة. يبقى انت لو عرفت الكلمة معرفة ولا نكرة انت كده فهمت الدرس ولقيت الدنيا تمام جدا جدا. طيب ده كان خلاصة درسنا، يا رب تكون فهمت واستفدت درس النعت. تابع معايا بقى درس الحال، وان شاء الله نكون ايه انتهينا من شرح دروس المنهج. سبحان الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.